اليوم تحية عالية للسيدة والسادة الأساتذة على هذا يعني المعركة النضالية الفريدة باش يحبسوا النزيف ونعتقوا المدرسة العمومية المغربية ونزيدوا نعطيوها نهضة. وتحية عالية للأسر والتلاميذ الصامدين. راه حسن ليا ما نقريش 4 شهور ولا حتى عام وهذوك الدراري يفهموا بأن النضال يمكن يجيب شي حاجة ويفيقوا ويكونوا حتى هما متضامنين مع الأساتذة ديالهم اللي هما مناضلات ومناضلين داخل الفصل. خصنا نتعاونوا ماشي والدراري ما قراوش، واش القراية بعدا كانوا كيقراو؟ راه ولاو تيوصلوا للجامعة تقريبا شبه أميين، مع كل احترام للطلبة المغاربة اللي هما كيتقتلوا والأسر المتواضعة اللي كتخسر نياق جوفها باش تدفع بوليداتها، ولكن المدرسة ما بقاش ذاك السلم الاجتماعي، قرات تتشبع من بعد باك صاحبي ويخربقوا الكونكور ديال المحاماة وغيره ويطلع ذاك العيان ولدك أنت يبقى تما كيتشمش. ولهذا المغرب كله خصو يكون إلى جانب هيئة التدريس، والحكومة يجب أن تعمل الحكمة توقف وما تبقاش داك التلميذ النبيه ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. تخ ما قديناش اخويا المغرب كله واقف، ما قديناش حنايا نبيعوا المدرسه، ما قديناش نقتلوا المدرسه، حنا بغينا نهضوا بالمدرسه ما عندنا ما نديروا لان لا تنميه. راه جابوا لنا النموذج المول الجديد عيا ما يجيبوا، ما كاين حتى حاجه بدون تنميه الانسان.